كلاعب اسطوره كمواصفات اسطوره مهاجم. اسطوره لن تتكرر للفريق السعودي لا على مستوى العرب او اسيا حتى على مستوى العرب من اميز اللاعبين اللاعب سامي الجابر ام يونس الجابر. محمود لا سامي الجابر افضل بكثير سامي افضل من يونس بكثير خاض تجارب كاس العالم يمكن 5 مرات او 4 مرات يعني عميد اللاعبين حتى من دائما يستضيفون اللاعبين الاكثر مشاركه كاس العالم هو دائما ما يست... حتى كان معنا بالدوره استضافوه اكو بطوله صارت خيريه او شيء كان هو من ضمن المكربين زين شيء بشيء يذكر ليس للمعرضات الترك قحط ياسر القحطاري ام يونس لا يونس افضل بكثير الامانه يونس افضل افضل بكثير يونس لاعب لن يتكرر يعني على مستوى العراق يعني ما تحصل انه في زمن انه لاعب مهاجم يقوم بعمليه الضغط على حتى كل اللي مروا مهاجميننا اذا كان حسين سعيد او المرحوم احمد ابو هيه او علاء كاظم او هؤلاء اللاعبين ما شفنا لاعب انه يقوم او حتى زمن فلاح يقوم بالضغط على المدافعين يونس يعني انفرد بصراحه بهذه الجزئيه المهمه الفنيه اللي دائما ما يقوم بعمليه الضغط على المدافعين وكثير من اهدافه بصراحه وايضا في فتره من الفترات يونس ايضا تحوصان على العاب عندما كان ما يسجل كان يصنع اهداف